نلتقي الآن في فيديو جديد راح يخص ليكريتور كيرسيف مينيسكول أو بيان ماجيسكول، يعني الكتابة الأتاشي للصغار، مينيسكول حجم صغير أو ماجيسكول ذات الحجم الكبير. نبدأ ب لا فويل أ، ننظر جيدا لا فويل أ، هاي لا لين، هذا هو السطر، هذا سيت ان انترلين، دوز انترلين، تخواز انترلين. لو أ تكتب في مسافة واحدة هكذا، تبع جيدا، نسيب دائرة، نغلق، نصعد، ننزل، المرة الأولى، المرة الثانية كذلك، هكذا، نبدأ من دائما من اليسار إلى اليمين، نصف دائرة هكذا، قوس، نغلق القوس، ننزل، مرة أخرى. C'est le A minuscule. On passe maintenant le A majuscule. Regardez bien combien d'interlignes. Define masafa, kamil masafa, masafa, wahid, wahda, ithnan, thalatha, thalath masafat. نبتدئ دائما من الأسفل إلى الأعلى هكذا، نصعد مسافة اثنين ثلاثة، عندما نصل إلى ثلاثة ننزل اثنين ثلاثة هكذا، وندير متيت باع هكذا، نعيد الكرة مرة أخرى هكذا، مسافة اثنين ثلاثة وننزل مرة أخرى، ونفي متيت باع. ننتقل الآن لصوت لا فويل أو، تكتب مسافة واحدة فوق السطر، دائما نبتدئ من اليسار إلى اليمين، دو غوش أ دغوات هكذا، أن سيركل، نغلق السيركل، نغلق الدائرة، ندخل داخلها شوية ونخرج دائما إلى الفوق، نعيد الكرة مرة أخرى، دائرة، نغلقها، ندخل داخلها ونخرج. هكذا خمسة، هنا قمنا بكتابة لافويل أو اللي فيها ثلاث مسافات فوق السطر، نعيد فوق الصوت هكذا، نبدأ من هنا نصعد، ندخل قليلا ونخرج، كيف هنا هكذا، نصعد ندخل هكذا، هذه المرة الثالثة. هنا الأم قلنا فيها ثلاث فيها مسافة فوق السطر، تخوا باغ، أن دو تخوا، نكتب واحدة اثنان ثلاثة، زيد واحد اثنان ثلاثة. ننتقل الآن لا كونسون أم، الحرف الساكن أم اللي فيه ثلاث مسافات، أن دو تخوا فوق السطر، نقوم بكتابته. نبدأ من دائما بالآم من الأسفل، نصعد ننزل، نصعد وننزل، نعيد مرة أخرى من الأسفل، نصعد ننزل، كانس مرة أخرى، مرة أخرى هذا سي لو ام ماجوسكول. ننتقل الان للان، الان ميني سكول، كما نلاحظ هنا مسافه واحده فوق السطر، نقوم بكتابته، نبدا من الفوق، واحده اثنين ان دو، أن دو. ننتقل هنا ل ان ماجوسكول، تخواز انترليني، أن دو تخوا، ونقوم بإنجاز النموذج، ننزل للأسفل، نصعد، شكل سي لو ان.
ننتقل الآن لكتابة كلمة منى، اسم منى. لاحظ 1 2 3 ثلاث مسافات، ام ماجوسكيل فوق السطر، او مسافة فوق السطر، ان مسافة فوق السطر، والا مسافة فوق السطر. 3 انترليني، ان انترليني، 2 انترليني، ان انترليني. اي اون كومونس. هنا الصوت دائما يكون اتاشي، هكذا اتاشي، هكذا هنا نمشي هنا ونلصق فيه الان كيف كيف. هنا نطلع نصعد قليلا ونلصق الآ عندي منى. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله نكتب فيه صوت آخر.